عليكم، مرحبا بكل مشاهدي لودي جي تي في ومستمعي لودي جي راديو في برنامجكم الأسبوعي رونديفو دي زارتيست. وبالمناسبة كنشكر كل متتبعي البرنامج من داخل وخارج أرض الوطن وعلى التفاعل الإيجابي ديالكم. موعد اليوم مع فنانة متكاملة تجمع بين الغناء، الرسم والتعبير الجسدي. ترسم بصوتها الذهبي وترسم بأناملها الماسية وترسم بجسدها لوحات تعبيرية تحكي روايات من ألف ليلة وليلة. فنانة متكاملة ومتميزة تبعت رسائل قوية عبر طرحها لقضايا مجتمعية بأسلوب إبداعي شيق. مجتهدة طموحة صاحبة أسلوب إبداعي استثنائي. ضيفة رونديفو دي زارتيست الفنانة المتكاملة منال الشرقي. You will lose if you choose to refuse to put her first. She will and she can find a man who knows her worth. Manel, مرحبا بك مرة أخرى معنا في برنامج رونديفو دي زارتيست. نهار كبير هذا. سي ان بليزير، شرف كبير أنني نكون مع إنسانة طيبة مذيعة اللي كتوصل الرسالة ديال الفنانة. C'est un plaisir. Merci au DG aussi pour l'invitation. بارك الله فيك منال، ونهار كبير هذا، وحنا فرحانين أننا مستضفين واحد الفنانة متكاملة وعندك يعني رسائل متنوعة في التعبير على مجموعة ديال القضايا. فأنت الفنانة التشكيلية، الفنانة المغنية، وفنانة التعبير الجسدي لا كوريغرافي. لكن منال ملي كتغني كترسمي بالصوت ديالك، وملي كترقصي كترسمي بالجسد ديالك، وفي الفن التشكيلي كترسمي بالأنامل ديالك ما شاء الله عليك وبواحد شكل جد مميز. واش الرسم يعني نقدر نقوله تيسكن في ملكات الفنية ديالك، وأي حاجة كتبدعيها خاصك ترسميها بأسلوبك الإبداعي الخاص بك؟ C'est une excellente question. سؤال وجيه وزوين. مرحبا. يلا لا على بركة الله. لا يعطيك الصحة. بالنسبه ليا كل فن وعنده الرساله ديالو وعنده الروح ديالو، كيفاش كيقدر يوصل لواحد الفكره ولا يوصل لواحد الاحساس. لان الفن ماشي سي اون ديسيبلين بس هو سي اون هيستوار، سي اوسي اون لوريجين ديال لارتيست، شنو الرساله بغى يوصل وشنو الموضوع اللي بغى يتكلم عليه وليموسيون كي فو ترانسميتر ا سون بوبليك. كتقول واحد غراند ارتست سميتها كريستينا غاليرا، كتقول لهم بروني لا تكنيك اي دوني مو ليموسيون، لان الاحساس هو الرساله. وبيان سور كنقدر نوصلو بزاف ديال لي زوتي ديفيرون. بالنسبه ليا الفنون خصها ولا فوتوغرافي، الموسيقى، لا فيديو، لا دانس، الرسم، الغناء، وكاينين بزاف ديال لي زوتر ديسيبلين ديكسبرسيون. بالنسبه ليا هما انوتي فور اللي نقدر نوصل به واحد الرساله، وشنو اللي كنحس به وشنو اللي بغيت نوصل للبوبليك. وتوجور خص يكون داك الاحساس العالي باش كتوصلي الرساله ديالك للمتلقي. شيء جميل جدا. منال، انت كذلك عضو بالمجلس العالمي للرقص التابع لليونسكو التابع للامم المتحده. كيفاش بغينا نعرفوا كيفاش جات هذه العضويه ديالك؟ C'était quelque chose d'extraordinaire لان كنا عايشين واحد الظروف صعيبه في الكورونا فيروس. وواحد الوقت اللي الفنان كيولي يسال نفسه، ماشي غير انا بوحديتي، بزاف ديال الفنانه سولتهم، اصدقاء ديالي قراب في ديفيرون دومين ارتستيك، سولتهم شنو الاحساس ديالكم في هذا الوقت اللي كلشي واش تغير، وشنو هو كاليل فوتر بوت، puisque l'expression, le mode d'expression, la scène, تحيدات ليكم شي حاجه اللي صعيبه بزاف. صعيبه بزاف. شنو هو باش شنو كتحسوا الشعور ديالهم والاحساس ديالهم؟ لان ما تقدر تخدم كتضرب واحد التماره صعيبه وكثيره، لان العمل الفني باش يوصل للبوبليك كاين واحد اون غران مراحل اللي كنشكر ضياء كاع الناس اللي معايا في هذه المغامرات اللي كنقوم بها، وانتم كجورناليست كي لا بور سوتونير مون طرافاي.
ce n'est pas rien, c'est beaucoup de travail. Fa kitkhdem l'amal w ma yowsalch le public. لان ما كاينش لا سين ما كاينش مهرجانات ما كاينش كان امر صعب وهاد هاد المبادره ديال اليونسكو اتصلوا بيا بار ميل و ايمونفويا ميل جيتي سو شوك علاش لان منظمه عالميه ديال الرقص يعني اعلى المراتب لان كتلقى فيه دي كوريغراف دي شيرشور ان استيتيك دو دانس دي دانسور ايتوال لي ميور ايكول او موند لي بلو بريسيجوز او موند ديال لا دانس تصوب انسانا فواحد الوقعه نقطه صغيره في العالم. انا ما متفقاش معك لان كي تنتي من ما شاء الله عليك وصل لواحد المستوى عالي والدليل انهم اتصلوا بك سي جونتي ميرسي بوكو الله يخليك ولكن انا شويه يجيك لو شوك سي كوميم يعني بحثوا وشافوا العمل ديالي وشافوا العمل ديالي دوطون بلوس كو ليكسبرسيون كوربوريل بديت فيها مؤخرا Je danse depuis toujours, je partage mon travail artistique en esthétique de danse depuis que quelques années. D'abord, ça va faire 3-4 ans. Mm-hmm. C'est récent. Mais le travail que j'ai fait, apparemment, j'ai eu une je partage les mêmes valeurs que l'UNESCO ou l'ONU. Au-delà... باش ما نكذبش عليكم يعني لي فان ديالي كيعرفوا هذه المساله جو سوي اوتوديداكت يعني جو ني با فريمون في دي زيتود ان كونسرفاتوار بور ابراندر لا دانس لو بالي مي بار كونتر جو دانس لا دانس كونتمبوراين جو سوي سبيسياليزي ان استيتيك دو دانس سيتادير لا دانس اكستاتيك اي سبيريتوييل رقص روحي ودابا جو سوي شيرشوز بور لونيسكو دونك كاين بزاف ديال الاعمال اللي كنقوم بها البحث على التراث المغربي والافريقي لانه ويلي تري ريش اون 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 ستادير اون ماتيير دوطون بلوس كو الرقص صعيب انه ديفيسيل دو لو بريزيرفي لان ماشي رسم ماشي موسيقى اللي غادي تسجل وغادي يعني جو في ان موفمون وخاص داك الموفمون دابا الى الى ديجا اي في بارتي دو باسي الى ما سجلتلوش هاد لا كاميرا ما غيوصلش لو بوبليك يعني كاين بزاف ديال لي مود دي ديال ليستوار في الرقص اللي اوجوردي كتعيش واحد الانقراض لان حتى نشوفوا هادشي في الرقص ديالنا المغربي والاصول في القناوه وصلنا غير تشاش اللي كنقولوا باش نحكوا شويه ولكن الاصل بدا كيضيع لان ما كاينش واحد تدوين ما كاينش واحد ان طراي دو ريشيرش كي في بور بريزيرفي اي ترانسميتري سي تري امبورطون ان الاصل ديال البلاد هي الثقافه ديالها معلوم دونك فوالا تبارك الله عليك تبارك الله عليك كذلك شاركتي في اكبر تجمع عالمي للفن التشكيلي في اطار المهرجان العالمي للفنون التشكيليه بانطاليا بتركيا وكانت واحد المشاركه ديالك متميزه بحيث كلتي البلد ديالك اللي هو المغرب وفي ديك المناسبه لقيتي واحد السبيتش بصفتك سفيره السلام بغينا نعرفوا شنو هو الاثر اللي خلالك هذاك التجمع العالمي وشنو انت الاثر اللي خليتيه اليوم يعني نجوج اسئله سي مانيفيك ما شاء الله عليك دائما الاسئله ديالك وجهه وداكشي علاش فرحت انني نكون انا فرحانه انا فرحانه انك معايا ميرسي بوكو سا ايتي ا مومون تري فور نقول لك علاش وي التاريخ ديالنا مع المغرب هو بلد مفتوح للعالم وكان دائما بيت سلام لكاع لي زيتني وكاع الديانات اللي كانت كتعيش ظروف صعيبه مثلا انا جيت من اصول يهوديه depuis très longtemps d'Andalousie d'Espagne والعائله ديالنا هربت للمغرب لان كان ما كانش السلام في البلاد اللي كانت فيها في هذاك الوقت ومن بعد جاوا ديانات اخرين وجاوا دي بوبل انتيه من العالم اللي تشي الناس ما كيعرفوش بزاف لان في التاريخ ديال المغرب بزاف ديال لي زيتني وبزاف ديال لي ريليجيون اللي جاوا المغرب وكانت ارض سلام وارض مفتوحه لهم من عهد محمد الخامس الله يرحمه الحسن الثاني محمد السادس ومازال ان شاء الله لا سويت
وهذه هي لا فورس ديال بلادنا ولا فورس ديال توجور المغرب ارض السلام. هذه دائما كتقال هذه الجمله المغرب ارض السلام احب من احب وكريه من كريه. اكزاكتومون العمل اللي لافيتاسيون اللي تلقيتها في تركيا لهذا المهرجان اللي كان فيه اكثر من 170 دوله اللي كانت حضرت الفنانين مع اللي حضروا لهذا التظاهره ايتي اورغانيزي بار اون دام اكسيبسيونيل فلسطينيه فلسطينية. وهذيك البلاد عاشت ظروف صعيبه يعني في لا بوليتيك. انا كجوغست اون ارتيست ما ندخلش في لا بوليتيك شنو الصهاينه ولا لي فلسطينيه ولي فوالا تو سو ميلانج سون ماتيريس با. انا اللي كنشوف الامور كيف ما هي. حنايا انسان كنا كيف ما من جينا وشنو هي الديانه ديالنا خاصنا نعيشوا بسلام. ف سي بور سا كو جو سوي بارتي لهداك التظاهره ومتسلفه. والفنان بطبيعه الحال كيحمل الرسائل دائما. اكزاكتومون نعم. كان الميساج ديالي متوجه لنساء العالم، المراه الفلسطينيه، المراه الاسرائيليه، المراه المغربيه، اللي حنا بثلاثه بينا كنا راه شخص واحد. وي لان كاين واحد التاريخ تيجمعنا وكان واحد الارقاق ديال هاد لو ديسكور مليء بالشغف وبالحب وبواحد لا فورس. واحد لا فورس باسكو جاي من القلب. وي كانت عندي 27 عام وباش نوصل لواحد المحل بحال هذا كان واحد بزاف ديال الخدمه وبوكو دو ميليتي. اللي كون ما كانوش نساء بحالك ما كنتش نقدر نوصل لديك المرتبه. الحمد لله. منال، المغرب كان أرض عبور يعني بالنسبة للمهاجرين الأفارقة، لكن اليوم بفضل السياسة الحكيمة أصبح أرض استقرار، وأنت كفنانة ساهمتي في تفعيل هذه السياسة بحيث كانت واحد المشاركة ديالك فعالة باللمسة الفنية ديالك في المركز الثقافي الإفريقي، بل وصل بك الأمر أنك إدماج فرق فنية أفريقية في العروض ديالك. غادي نخليك تحدثينا على هذا الحدث وما جوج حدثين تحدثينا عليهم وزوينين بزاف. En fait, j'ai retrouvé une troupe واحد تظاهرة mihania ديال Visa for Music. D'ailleurs, je remercie toute l'équipe qui est derrière ce projet ديال Visa for Music parce que ça ouvre des portes internationales là où dit l'industrie musicale et artistique. جاو المغرب باش ياخذوا لو ميور تروفي ديال لا تروب بان افريكان دو ديفيرتيسمون ادوكاتيف. اي سون سوتنو بار ا ليبوك بار لو بريزيدون دو لونيون افريكان. و سي اون تروب لي كيديرو ستادير لو ديفيرتيسمون ادوكاتيف دون ان سونس او يونيس بليزيور ديسيبلين. سا مو ريبريزونت بيان سور جاو البلادي. حتى واحد ما لقى الفكره انه يقول هاد الناس هادو جاو دو سود افريكان، غيني كوناكري، سنغال، غامبي. Et c'est une grande équipe. On a dit il faut absolument faire quelque chose. J'ai eu le bled, non ? بيت الدار الكبيره كيف ما تنقولوا خاصنا نرحبوا بهم ونوصلوا لهم حتى حنا الرساله بان احنا كاينين وبان نوريوهم الجماليه ديال البلاد ديالنا والترحيب ديال بلادنا والتاريخ ديال بلادنا. باسكو بيان سور افيك لو ديسكور دو سا ماجستي الله ينصرو le roi Mohamed VI lors de l'Union africaine, c'était au 17e sommet, تكلم على التلاحم بين الشعوب وتكلم على le pouvoir de la culture et de l'enracinement culturel. Où il a aussi parlé bien sûr des arts parce que ça peut comment dirais-je unir les peuples. وكان هذا هو الهدف ديالي. الحمد لله تنظن ان نجحنا في المشروع لان بدينا بالمشروع الاولي لا ريابيليتاسيون ديال لو سونتر كولتورال افريكان دو ماروك اللي اون ريابيليتاسيون اللي كانت خدمنا فيها بوندون 4 mois et demi دو بونور 4 mois et demi ا ترافايي جوسكا 6 heures du matin 4 mois et demi de bonheur d'apprentissage d'humilité إنسانية كبيرة. ومع هاد ليميغران اللي جاتنا الفكرة أننا ندمجوهم في هذا المشروع اللي هو لا ريابيتاسيون ديال لو سونتر. درنا دي زاتولي دو بانتور، دي زاتولي دو ديسان، اتولي دو لانغ ديالكت ماروكان، اللغة الدارجة المغربية العربية ديالنا، الإنجليزية لأن الإنجليزية كتفتح أبواب بالنسبة ليهم.
des ateliers de poterie, dessin, stylisme, un aspect très complet et esthétique qui va leur donner un moyen de faire des choses. مي يجيو المغرب ما يبقاوش في الرصيف كما نقولوا الرصيف ما يبقاش عند الجانب الناشين اكزاكتومون هذيك الصحه يعني تخليهم يدخلوا المعمعه حتى هما يكونوا جزء من العمل اكزاكتومون وباش يوصلوا واحد حتى هما كيوليو مواطنين جاو لبلادنا يعني خصهم حتى هما يلقاو شي حاجه فوالا يلقاو شي حاجه ما يديروها ويفيدونا وحتى حنا نفيدوهم بالتجربه وبالنسبه ليا الفن هي موايان تري فور بو بوفوار جوستمون دوني سيت ايلان والحمد لله توفقنا في هذا المشروع لا سواري دوفيرتور ديال لو سنت ايتي اون غران سوربريز باسكو لي كور ديبلوماتيك افريكان حضروا لوفيرتور الصحافه حضروا حتى همايا des ambassadeurs, des présidents, beaucoup de personnes sont venues voir هذا le travail qu'on a fait ou Ça a été un pilote pour moi, un projet. L'Imaradish n'est pas fait, Naya. Inch'Allah, de reproduire à plus grande échelle. Machallah, d'ailleurs, c'est un appel d'offres. Si jamais vous êtes intéressé, contactez-nous. Voilà. Donc, voilà, c'est quelque chose de très intéressant. Ensuite, j'attends une deuxième proposition. Festival Dakhla. Fashion Week Dakhla. Oui. كان à l'occasion de l'anniversaire du prince héritier Moulay El Hassan العزيز على قلوبنا وكنشوفوا فيه comment dirais-je la continuité de cette histoire extraordinaire qui appartient à tous les Marocains et au Maroc voilà et au monde d'ailleurs donc مشينا حنا ولا تروب كانوا مجموعه ديال الفنانين انت جاتك الفكره دايور جاتك الفكره انك تدمجيهم معك اكزاكتومون نعم شيء جميل جدا وكانت مشاركه جد قيمه وكان عندها واحد الواقع جميل جدا كانت في كوريغرافي وكان لباس سور ميزور وكان ميساج قوي لان ليستوار الانكدوت اللي هي كل كاع الفنانه خداو طيارات باش يوصلوا للدخله تحية طيور لهم كاملين فاطمة دنيا باطمة البو عزاوي سعيد مسكر وفيها كوكو كلكم بزاف ديال الفنانين الاخرين اللي نسيتهم حنا ما فضلت ما ناخذش الطياره قلت لهم بغيت امينيبوس البلاد جمال البلاد امينيبوس اون اي بارتي افيك توت ليكيب اون ايتي اوموان اون كانزان دو بيرسون و اكتشفوا السحر المغربي شوفوا عينيهم داك كيشوفوا بعويناتهم بحال هكا اوكي مغربي كيشوفوا كتسوقي جمال البلاد ما شاء الله عليك يمشيو البلاد هما يتكلموا على البلاد ما يقولوش بان هذا هو الفنان يشوفوا الرساله ويشوفوا البلاد الجماليه ديال البلاد ويشوفوا الصحراء من وصلوا ليها وبان الصحراء كتنتمي للمغرب والمغرب كينتمي للصحراء المغرب فيه الصحراء ايوا والصحراء في المغرب نعم ايفيكتيمون لو بريزيدون لو ليدر ديال لا تروب برينس مالاتسي دو سود افريك a fait un discours inattendu où il y a eu un grand écran l'Hamid, le Bacha, tout ce qui était présent il y a eu une surprise de la collaboration avec eux et de la beauté du Maghreb et qu'ils sont convaincus que c'est une maghrébine et qu'il n'y a pas de force qui peut s'éteindre cette partie de la terre de cette ville حاجه باينه سيتي مانيفيك نعم وجميل جدا وبالمناسبه كنشكرك كمان على هذه المبادره الطيبه لان الفكره ككل هي فكره جميله جدا فات انك يعني تدي هذيك لا تروب كامله وداك ليكيب كامله وتمشيو في مينيبوس باش يشوفوا جمال المغرب وسحر المغرب حتى توصلوا صحراءنا المغربيه مبادره جميله جدا كنشكرك من هذا المنبر وتحسب لك هذا واجب نعم هذا واجب وطني وواجب فني الفني نعم منذ أن خلق الله الإنسان كان أهم وأقوى اكتشاف هو النار والنهار اللي استطاع الإنسان يشعل العافية تقلبات موازين الحياة فكانت النار هي الدفء هي الطعم اللذيذ بالنسبة للطهي النار كانت مصدر قوة مصدر النصر في الحروب وكانت شرا لمن يسيء استعمالها تيمة النار كان عرض إبداعي مميز جميل جدا للفنانة منى الشرقي غادي نخليكم مع إكستر منه ونرجع لكم بقاو معنا ما تمشيو فين
منال فريمون اكستري جميل جدا. بغينا نعرفوا كيفاش جات يعني الفكره ديال الاشتغال او الاستغلال النار لعمل ابداعي رائع متميز. فكره جميله جدا. ميرسي بوكو. هذا هذه لو بروميير لا بروميير بارتي من مشروع اكبر. مشروع يسافل لي 4 زيليمون. كيفاش نقولوا لي زيليمون بالعربيه؟ اسمح لي ما الاربعه ديال المحاور، اربعه ديال يعني اربعه المحاور داكور لي زيليمون محاور. لوغ كيقولوا لي طون لونسيان كولتور غريك في لو 5 سيكل بان واحد لا ليجوند تتقول بان العالم كاع هادشي اللي داير بينا كو سوا حنايا ك فيزيكمون ولا طبيعه اللي دايره بينا لي موبل كلشي اللي داير بينا الريح اللي كومبوزي على الاقل من واحد من هاد لي زيليمون. عندنا الفو la terre l'eau et l'air ou quelques scientifiques aujourd'hui qui ont ajouté un cinquième élément qui est le métal ديال العناصر المختلفه اربعه عناصر نعم donc le feu بالنسبه ليا الموضوع الاولاني اللي تطرقت ليه في هذا المشروع اللي كي تري تري امبيسيوز سي une nouvelle étape في ما كارير و سي بوكو دو طراي لان باش نجمع plusieurs disciplines artistiques في un seul travail que ça soit ou un seul thème que ça soit musique qui a été créée par le grand compositeur Mounsef Adil marocain bien entendu musique instrumentale justement absolument magnifique et la chorégraphie qui a été réalisée par moi je remercie également ma directrice artistique Omar Ramzi pour le travail extraordinaire les partenaires les Khdemoumaïa fait le projet qui ont cru en ça Hype Media bien sûr aussi je les remercie Diel Youssef ou Sahar Stéri mes remerciements pour eux créer un univers pareil s'exprimer à travers la peinture l'esthétique de danse et la musique Inch'Allah d'abord dans les concerts les festivals Je chante également dans ce Inch'Allah va être aussi muqtatafat musiqiya donc كان هذا le feu كان هو le juste l'imsal l'oulaniya Inch'Allah قريبًا غادي يكونوا les trois autres éléments l'eau la terre et l'air Inch'Allah يعني اربعه ديال العناصر برؤيه منال exactement علاش وجايير باش نواجبك علاش هذا الموضوع لان ولينا في واحد الوقت واحد العهد اللي كل شيء كيمشي بالزربه اون دو ايتر اكسيلون في الخدمه ديالنا خصنا نتكلفوا بالعائلات ديالنا خصنا نجيبوا لقمه العيش ولينا تنساو بان حنايا واحد النطفه صغيره ان اتوم مينيسكول كي في بارتي دو سيت اونيفير جوستمون مانيفيك غرانديوز و كنفقدوا هذيك لارموني ما بيننا وما بين le contexte خرج غير واحد اللحظه خرجوا من الارض وشوفوا ليمونسيتي ديال لونيفير اللي حنا داير بينا لا بلانيت غايا تيلمون كي لي اونيك tu es unique je suis unique كل واحد فينا هو اونيك ولكن on est plus unique quand on est en accord et en osmose et en énergie avec l'univers اللي حنا عايشين فيه les éléments هما le lien ما بين الارض الطبيعه لونيفير et l'être humain donc عناصر اللي كتكمل بعضياتها اللي كتكمل بعضياتها اللي غادي تخلينا نعطيو واحد الشين حتى واحد الشين اكزاكتومون اللي غتخلينا با سو ريسورسي نرجعوا للاصل الاساس ديال لا نيسونس هومين كيفاش نقدروا نكونوا احسن من اللي كنا قبل الا كنا دائما متابعين غير شنو اللي داير بينا في الخدمه والاكزيجونس بروفيسيونيل والاكزيجونس الوغ كون اليا اوسي quelque chose d'autre c'est soi-même intérieurement la richesse intérieure le jamal rohi le jamal dakhili ou taqa al ijabiya li nqdrou nعيشou biha w nqdrou nsouha lnas donc hada houa l moudou' علاش تختارينا جميل جدا كانت خزاليمه ودابا كتحدثي عليه بواحد الاحساس جميل اكثر ميرسي والله العظيم فريمون دابا غادي ندوزو للمنال الفنانه المطربه وانت مختصه بالضبط في النمط الغربي بغينا نعرفوا شنو اللي خلاك تتجهي لهذا النمط الغربي واش تقترب المحيط العائلي ديالك او لانك شفتي الصوت ديالك كيليق لهذا لو ستيل هذا مع العلم اننا كنعرفوا هذا لو ستيل هذا كيخصو عنده واحد الصوت قوي متميز جدا منال ايفيكتيمون
بالنسبة لي الموسيقى ما عندهاش حدود. نعم. اليوم نقدر نغني كنغني بسبعة اللغات حاليا. Je pense même six langues. Pas sept langues. إن شاء الله إلا كتاب غتكون العبرية قريبا إن شاء الله والأمازيغية إن شاء الله. إن شاء الله. يا ربي. بالنسبة لي encore plus le genre. كنميل أكثر la soul music. C'est vrai que موسيقى plutôt occidentale ولكن حاليا كنوجد des anecdotes موسيقية اللي غادي يكونوا بالدارجة وغادي يكونوا بالعربية إن شاء الله. إن شاء الله. دونك إن شاء الله غادي يكون أنتم السباقين في هذا. طبيعة الحال. بروموسيون وفي ندير معاك اللقاء. طبيعة الحال مرحبا. وصل وصل لأن عندك دي فان تشي ستار. ونادين مابيل. تشي سيليبريتي دون الموند. Dans le monde du reportage et puis voilà du journalisme, donc effectivement, je suis une personne curieuse, quand je sais les choses, ولكن خديت الوقت ديالي باش نقرر شنو نمط غنائي غادي ترتاحي فيه. Voilà, j'aime beaucoup la soul music, la musique spirituelle, new age aussi, j'aime beaucoup. ونتمنى إن شاء الله تشوفوني قريبا قريبا قريبا. Can't wait guys. إن شاء الله إن شاء الله. منال هضرنا على الغناء وخصنا نسمع شي حاجة. أوه. ما هي الانسبيراسيون دو مومون؟ يلا على منال سمعينا شي حاجة. ألوغ هاي الكاميرا قدامك يلا شوفي شنو باش ترتاحي. ألوغ هير وي جو. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire. À trop s'aimer, je t'aime, je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je vous aime comme ça. الله عليك يا منال وأنا أحبك وكل مشاهدينا الكرام يحبون منال والإحساس العالي لمنال. منال صراحة والله العظيم الحوار معك كان زوين بزاف وصفرتي بيا فريمون صفرتي بيا انت اليوم صفرتي بيا اول ضيفه كتسافر اول ضيفه كتسافر بيا عشت معك يعني لي بروجي ديالك المسار الفني ديالك حلقة أنا عجبتني بزاف وجيت سعيدة بالاستضافة ديالك. منال بغينا قبل ما نختمو كلمة للجمهور ديالك الكاميرا قدامك. ألوغ كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. أنا عارفة بأن اليوم ولات اون مود ولا ستيل ولكن ما كنشوفش في راسي فورسيمون في توسكي كوميرسيال وتوسكي نتبع الموجة. وي. أنا بالنسبة لي الموجة هي شنو لا سانسيريتي والصدق في العمل اللي غنعطيكم لأنكم تستاهلوا لا سانسيريتي. سي فري كناخذ الوقت في الأعمال و كنتسنى فارغ الصبر نشوف لي رياكسيون ديالكم و جو فو رميرسي بوكو بو فوتر سوتيان العائلة ديالي لي بيرسون كي مو سويف دوبي توجور لي تابعيني في الحماقات ديالي. حماقات زوينة إبداعية. حماقات ديالي تمتابعيني ومشجعيني. جو كونت سور فوتر سوتيان لأن إن شاء الله لو تيزر ديال فاير إكسبريشن اللي شفتو حصريا مع أم نادين وفي البرنامج ديال 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 رونديفو ديز ارتيست. فوالا لو رونديفو ديز ارتيست فا بيانتو اتر ان لين و كنتسنى نشوف فارغ الصبر شنو هو الرأي ديالكم وشنو هو الإحساس ديالكم واش هاد العمل شنو حسيتو. جي هات
بارطاجيو معايا وكتبوا لي دي ميساج ليسيمو دي ميل غادي نقراهم لان محتاجه بهم باش نكمل هاد انكور لا سويت ديال 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 لو بروجي ديال اكسبريسيون لو لا تير اي لير وبغيت نشوف حتى الراي ديالكم. ميرسي بوكو بوكو. ميرسي العائله ديالي. ميرسي طونطون مارك كيربان بوتيي. ميرسي او بابا لا مامون عمر رمزي توت ليكيب كي مسو. ميرسي ام نادين pour ce soutien aussi. Il y a une personne juste derrière en backstage qui me soutient depuis des années. مصور الفنانه صديق الفنانه خالد غزالي. بالمناسبه كنوجه تحيه كبيره للاعلامي المتميز خالد غزالي. اكزاكتومون. وكاع الناس اللي معايا اللي كيحبوني واللي ما كيحبونيش انا نقول لهم كلكم كنبغيكم والاهم هو الصدق. وهذا ما كان نساليو الكلمه بصدق طبيعه الحاشي. جميل جدا. مره اخرى ميرسي بوكو منال. وانا عندي اليقين ان الناس من غادي يشوفوا العمل غادي يبغيوه وغادي يحبوه وغادي يكونوا دي كومونتير كلها مشجعه. تبارك الله عليك. مشاهدي لو دي جي تي في ومستمعي لو دي جي راديو كنشكركم مره اخرى على حسن المتابعه. من خلالكم تحيه كبيره لمخرج البرنامج ايت بن الحسن محمد ولكل الطاقم التقني والفني وهبه ما وفاء وندى. نعيمه ام نادين كتقول لكم تبارك الله عليكم.